حوالي 34 شخصا، إضافة إلى وجود أشلاء مجهولة الهوية في 10 أغلفة طبية. وأضاف المصدر أن التفجيرين أسفرا أيضا عن إصابة 83 شخصا وإلحاق أضرار كبيرة بستة مبان سكنية وعشرات السيارات المركونة في مكان التفجير. وتزامن التفجيران الإرهابيان مع تفجير إرهابيين لعبوتين ناسفتين في حيي النهضة والإقليات بجرمانة أسفر عن وقوع أضرار مادية طفيفة. بتفجير أول قذر كأيديهم الملوثة بالإرهاب اغتالوا الإنسانية، وبتفجير آخر أقذر نزفت دماء أصحاب النخوة المتلهفين لإنقاذ جرح وطنهم، فالشهيد قبل لحظات يحمل بين يديه أخاه الشهيد. ليس كأي صباح من صباحات مدينة جرمانة، فقد عكرها إرهابهم ولم يرحم الناس وهم نيام. إرهاب مر على كل شيء حي ليخلف بلمح البصر دماء ودمارا. السيارة محطوط فيها عبوة ناسفة، صار تفجيرين. التفجير الثالث صار عند المدرسة، عند الصيف عند حي النهضة. التفجير الثاني راح ضحايا بشكل يعني لا يوصف لك. مين مستفيد؟ أمريكا وإسرائيل وحمد وقطر. مين مستفيد يعني؟ خارج عم يستفيد كله. هذا هو، هذا هي الحرية، هذه هي هيك. ما معقولة طلع المناظر، لكن اللحم صار طلع لوين مس اللحم. بيعجز إنسان، حرام هالبشر يعني. يعني شو ذنب هالعالم؟ شو ذنب هالعالم؟ شيء مؤسف للأسف يعني. شو الواحد مناظر هالشعب هالعالم هالضحايا اللي عم تروح كلها ظلم بظلم، ما فينا نقول الله لا يوفقهم. وبعد انفجار السيارتين المفخختين بنصف ساعة عصف إرهابهم من جديد، حيث انفجرت عبوتان ناسفتان في منصف الشارع العام مقابل مدرسة الشهيد هايل محسن مرشد في حي النهضة، أسفر عن أضرار مادية في المكان. جراحهم تكلموا، حيث كان صمودهم أقوى من آلامهم. اللي عمره خالص عمره خالص، بس نحن صامدين، وجرمانة صامدة، وغير جرمانة، وسوريا كلها تبخير، سوريا كلها تبخير. رحمة الله، رحمة الله على شهدائنا والشفاء لجرحانا. والله يعني قد ما عملوا قد ما ساووا رح ظل هالوطن، رح ظل هالبلد يعني من أجل ناس أمنين رايحين على شغلنا وعلى عملنا، ما حسينا ودينا إلا صار هالانفجار. يعني لوين بدني يوصلوا؟ لوين بدني يوصلوا؟ عبي يأذوا هالعالم، عبي يأذوا هالناس. والله صار طلع انفجار، نزلنا ما نتفرج لتحت، ما حسينا، جمعت الناس طلع انفجار الثاني، بعدين ما حسينا حالنا، رقدنا سعفنا حالنا سعفنا، اللي رايح بالأرض ميت، وفي ناس كتير رايحة. السوريون أكدوا أنه مهما بلغ إجرام المجموعات الإرهابية ومن يدعمها فإنهم لن ينالوا من عزيمتهم، وستبقى سوريا عصية على كل المتآمرين. لأخبار التلفزيون العربي السوري، محمد جربوع، ريف دمشق، جرمانة.
ذو شهداء وجرحى التفجيرات الإرهابية في جرمانة أكدوا أن إرهاب تنظيم القاعدة لن يخيفهم وسيواجهونه حتى تحقيق نصر سوريا المؤزر. شو زنبا؟ شو عملت؟ الله يرحميك. ثلاث سنين لك لا هي بأمن ولا هي بجيش ولا هي بدولة. 3 سنين طفل ما شاف شيء من الدنيا، هسه ما شاف شيء. هيك بده أمير قطر إن شاء الله بينفجعوا بولادهم يا رب مثل ما فجعنا بولادنا. نحن كنا له الوطن، يعني تفاجأنا بالانفجار اللي صار بجرمانة من نحن وجينا على المستشفى. نحن شو عم يستفيدوا من الشيء هذا؟ هذا الشيء اللي صار بجرمانة يعني شيء إذا إجرام، إذا بدي أقول لك إنه كانوا اليهود كانوا أفضل منهم، كانوا اليهود أفضل منهم ما يعملوا هالإجرامات. أول تفجير بحطوا التفجير الثاني، رايح العالم تنقذ العالم، تنقذ أولاد يجي تفجير ثاني. هذا إجرامات، هذا إجرام لا الدين بيقبله ولا أحد بيقبله. هذا عمل جبان. لو هن فعلا لهم حق يرجونا نفسه. مو معقول يعني واحد ماشي بالشارع يتفجر هيك. أرجيني نفسك، أرجيني إذا أنت صاحب، أرجيني حالة. ليش هذا عمل جبان؟ يعني شو استفادوا؟ فجروا، شو استفادوا؟ شو عملوا؟ صاروا بالجنة، صار جنة الخلد عندهم؟ هذا الحديث مرفوض. إذا هن فعلا لهم صاحبين حق يرجونا نفسه. بس شاب رايح على جامعته، سنة تاني جامعة، رايح على جامعته، يعني مثل ما قال أخونا لا حول ولا قوة، راح العالم آمنة مطمئنة. كنا احنا عايشين، كنا بجنة، عايشين بالنعيم، أحسن بلد بالعالم، أحسن وطن بالعالم، أحسن أهل بالعالم. راحوا الغوالي قتلوا الأوغاد، قتلوهم، الله يجازيهم، الله يجازيهم، الله يحرق قلبهم مثل ما يحرق قلبنا، الله يحرق قلبهم، الله لا يوفقهم، الله يجازيهم، الله يجازيهم. والله خيي ما بيتعوض، والله خيي ما بيتعوض. أنا كريمة بأخلاقها، بطبعها، بشعبها، برجالها. وهذا التفجير عمل إرهابي. منقول لهم حرام عليكم، ارجعوا لربكم، ارجعوا للهداية، ارجعوا للتقوى. هذا العمل إرهابي، نستنكر كل عمل إرهابي، كل تفجير، كل حادث قتل. والله ينصر هالبلد وشباب هالبلد. حماية الوطن مطلوبة مني ومن أي إنسان بهالوطن الغالي. سوريا أم الدنيا، لازم كلنا نحميها، نفديها بدمنا، بأجسادنا، بأرواحنا. والله يحمي هالبلد وشعب هالبلد. شو بدي، ما فيني أحكي شيء. شو بدي أحكي يعني؟ شو بدي أحكي؟ شلنا جسس بأيدينا الصبح، شلنا الروس بأيدينا، شلنا يعني شو بدك تحكي لا تحكي. إذا كان هناك طلب للحرية، فهل الحرية تؤخذ بالقتل وسفك الدماء وتخريب البنية التحتية؟ هل هكذا لا يوجد دين على وجه الأرض من إسلامنا الحنيف إلى ما قبل، إلى أوائل الدعوات على الأرض وأوائل الرسل، أن دينا حلل هذا على الإطلاق؟ هلأ أمريكا وإسرائيل مكيفين، عندهم عيد، نحن عم ندبح بعضنا، نحن السوريين بأيدي غريبة، بأيدي مرتزقة، مشان حقنا من المصاري بتروح أبرياء وبيروح ناس. شي بيحزن، شي عن جد شي مو طبيعي. حرام عليهم بقى، حرام بيهون عليه هو بابنه أو بمرته أو بعائلته هيك يصير فيهم. أنا جاي من باب توما لهون لأتبرع بالدم من باب توما. حرام الشي. جرمانة بالذات عم تجمع جميع الأطياف وعم تجمع جميع العالم بالمحبة والخير والسلام، وجميع الأطياف متجمعين مع بعض. حرام هاد الشي اللي عم يصير. بإذن واحد أحد سوريا راح تتم صامدة لآخر قطرة دم، وهي رسالة لحمد خليه يوصلها من جرمانة حصرا، إنه نحن تربينا على الدفاع عن الوطن، ونحن لا يمكن أن نغدر بوطننا ولو شعرة. حقيقة مرتزقة القاعدة تتكشف في بصماتها التفجيرية يوما بعد آخر، فالقتل والإجرام سمتهم والنفاق هو قضيتهم. وهم أكدوا للعالم وبالدليل القاطع فشل مخططات أسيادهم الصهيوغربيين وداعميهم النعاج القطريين والعثمانيين. يلا أيوة.
يوفقك يا حمد ويا أردوغان، إن شاء الله يبناكم بضربة من عند الله. سوريا سوريا بلدنا ومنصورة بإذن واحد أحد، وكلنا سوريين رح نحمي هالبلد. قطر مولت وتركيا هربت وسلحت، والهدف هو زعزعة استقرار سوريا الصامدة. دربوا المسلحين وجندوا عناصر من تنظيم القاعدة ودعموهم. أدركوا أنهم فشلوا على الأرض فاتجهوا نحو ورقة الخريف الأخيرة، تفجيرات هنا وهناك لينشروا الرعب في قلوب السوريين. قتل وإجرام أماط اللثام عن حقيقة هؤلاء المرتزقة وعن نفاق قضيتهم التي يدعونها، ليؤكدوا للعالم وبالدليل القاطع ارتهانهم وداعميهم من نعاج قطرية وعثمانية لأسيادهم اللاهثين نحو ضرب سوريا وتحويلها إلى مرتع خصب للأجندة الصهيوأمريكية. هذا ما يقدمه لنا دعاة الحرية: القتل والخراب والألم والحزن، إرهاب من صنع الغرب تنفذه عناصر القاعدة التي بصمته بطابعها التكفيري الإجرامي، ولم يعد ثمة مجال للشك في تورطها فيه. لا تميز بين مدني أو عسكري، بين طفل أو كهل أو امرأة، لتتنقل بين مكان وآخر في سوريا دون أدنى رادع إنساني أو ديني أو أخلاقي. اليوم جرمانة، وبالأمس تفجيرات في المزة وحما، وقبلهم في دف الشوك وحلب، ومثله في أحياء السيدة زينب وباب توما ومجازر حارم والتريمسة والحولة والقبير، والأمثلة كثيرة وبمجملها تستهدف مدنيين أبرياء في تصعيد لإرهابهم الذي يترجم إفلاس من يوعز لهم بالإجرام، ولا سيما أمريكا وتركيا وقطر، في محاولة لقلب المعادلة أو إخلال موازينها. سياسة باتت معهودة لإرهابي الناتو التي تنفذ الأوامر في سوريا عبر تفجيراتهم الإرهابية الإجرامية الانتحارية مدفوعة الثمن من العثمانيين الجدد وجحافل الديمقراطي الأول العاقل والده شيخ قطر المتسلح بفتاوى مشايخ النعاج. سياسة ينتهجونها ويترجمونها على الأرض من خلال تفجيرات تستهدف الآمنين المدنيين في محلهم وسياراتهم ومنازلهم، وخصوصا بعد الضربات الموجعة التي يوجهها الجيش العربي السوري لهم. لكن وعي الشعب السوري وصموده والتفافه حول جيشه سيقف سدا منيعا في وجه مؤامراتهم وخططهم الصهيوأمريكية. عمره خالص، عمره خالص، بس نحن صامدين. سوريا بلدنا.